يا شوقين روح كل العاشقين مستنياك. تعبت تعبت من البنزين مستنياك. تعبت تعبت من الفراق حبيبي حبيبي. شو قصته هذي؟ والله لو في كنز بالبلكون مو هيك اشتغل ربع ساعة بيرتاح ربع ساعة. لا اضرب اضرب ساعتك اعطيته اجرته وسلف. شو منيح معه حمار بنزين. تعبت من النفط والتنر والسبيداج حبيبي ومن النيكوتين كرم. بس انا برضو مستنياك يا روحي شو كل العشقين. عمل لحن غير غنية. غلط غلط. ليش مو على المزة يا اخي؟ يا حبيبي يا حبيبي يا عيني انا والله ما عم احكي معك، عم احكي مع مرتي لو سمحت. يا حنان يا عيني هذا الشيء عم نعمله والله غلط. حاجة بقى تقول لي غلط تخنتها. ها محمود تخنتها. نحن قبل ما نطلع من البيت اتفقنا وانتهى الموضوع. مزبوط. وهلا انا رجعت بكلامي. اخي رجعنا محل ما جبنا. لا عيونا اخي بترجعني على بيت اهلي. لا عيوني اخي رجعنا محل ما جبتنا. لا عيونا تاخذني على بيت اهلي. لا عيوني من محل ما جبتنا. لا عيونك لا عيونك يا عمري. لا عيونك لا عيونك لا عيونك. خلاص شو بيت اهلك ما اهلك وانا والولاد هيك ببساطه بتكبينا؟ انتو دنيتي وحياتي كلياتها. انا ما فيني بلاكم بس ما قدرت اتحمل. ما قدرت ما قدرت. يا حنان هذا ابي وانا مجبور فيه ومثل ما انا مجبور فيه انت مجبوره فيه كمان. لا سيدي ماني مجبوره فيه ماني مجبوره فيه. طلع الموضوع عن حد وانا ما عاد فيني اتحمل. طول الوقت عم لابسه وطعميه واكله وغسله. يعني خلاص حاجه بقى هلا بدك تحلها هلا بدك تحلها. شو شو قررتوا هلا حبيب؟ نكمل ولا نطلق؟ نطلق. خلاص كمل كمل. يعني ما نروح على الاصل العدلي؟ لك خلاص بقى خلاص بقى. انت ما دخلك. ليش عم تدخل الموضوع عيني؟ سوق وخلاص فهمان؟ لك شو نهار اليوم؟ لك شبك عم تدخل بيني بين مرتي؟ جننتها؟ خيلتها؟ كمل. خلاص انت كمان. صفية. الو لك الو لك النقطه ترشكو الرش ايه